هاي يلا قولوا معي حزين طلع يا بتنزل الوزنات بتطور الشعرات بتكبر العقلات الاكل المفيد يا توتي هي شوكولاته ماما شو شوكولاته ولاد وبنات الشوكولاته ايش تعمل؟ تعمل شوكولاته يا سوزي بالسنان وإذا أكلنا كثير شوكولاتة السوزي بتصير دودي والدودي بتاكل سنونة وسنونة وبيفطرش وبيفرفش بس ماما يعني ممنوع ناكل شوكولاته بتاتا؟ بينفع ناكل مرة بالجمعة أما مش كل يوم. واو لازم ناكل أكل مفيد وصحي مليان بالفيتامينات بتنزل الوزنات بتطول الشعرات بتكبر العقلات الأكل المفيد يا ولاد وبنات هي سلطة سلطة يا سلطة 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 Yeah.
شكرا كتير. شكرا.